أما في الخاتم الذكي المسألة أسهل كتير، هو خاتم زي أي خاتم أنت لابسه من ماتريال كويسة جدا، ميتال، تقدر تستحمل معاك لو شلت حاجة تقيلة اتخبطت منك في أي حاجة مش هتبقى مشكلة خالص. رابع حاجة بتخلي الخاتم يتفوق على الساعة الذكية هي المصاريف اللي هتدفعها بعد كده. يعني إيه؟ كلنا في الساعات السمارت بتاعتنا بنحاول دايما نجيب لها سكرينة أول لما نشتريها، دي أول حاجة. تاني حاجة انت بتحتاجها انك تروح تشتري سترابة اللي هي بتبقى حوالين الساعة عشان تناسب اللبس اللي انت هتبقى لابسه بعد كده. قد يكون مثلا اللبس فورمال فلابس بدلة فمحتاج تجيب سترابة جلد او ميتل، نازل الجيم فمحتاج تغير برضو السترابة بتاعت الساعة، يعني كل شوية عمال تصرف عليها. اما الخاتم هو لايق معاك على اي حاجة فما فيش اي مشاكل خالص، وبكده يبقى الخاتم قدر يتفوق على الساعة الذكية في الأربع مميزات اللي اتكلمنا عنها. بكده انت خلاص انبسطت جدا من الخاتم الذكي وممكن تروح تشتريه، بس عشان اكون صريح معاك خلينا اقولك ايه العيوب اللي موجودة في الخاتم الذكي. اول حاجة الدقة، ودي اغلب الخواتم او الساعات مشتركين فيها، مهما كانت التكنولوجيا المتواجدة في السنسورز المختلفة اللي موجودة في الحاجات ديت الا ان لازالت الدقة مش احسن حاجة. يعني لما تيجي تقيس المسافة أو السعرات الحرارية اللي انت حرقتها أو حتى الحاجات الخطر شوية زي ضغط الدم أو درجة الحرارة مش لازم تعتمد عليها بشكل كلي أو ما ينفعش أصلاً تعتمد عليها بشكل كلي، وهتحتاج زي ما قلنا إن احنا نروح للدكتور أو للصيدلية عشان نقيس الكلام ده، لأن في الأول والآخر انت بتتحرك كتير قد يكون في مشتتات تأثر على المسألة ديت. وده بالفعل حصل في أحد شركات الخواتم الذكية لما جم يقيسوا بشكل فعلي النتائج بتاعتها لقوا النتائج غير دقيقة. تاني حاجة هتضايقك شوية في الخواتم هي السعر، لأن يعتبر سعرها غالي برضو مش رخيص، بنتكلم من 300 لـ350 دولار، وده ممكن لو انت عندك ساعة سمارت تقول كفاية قوي عليا كده مش هروح أجيب كمان خاتم. النقطة التالتة هي الخصوصية، واللي تعتبر شيء مشترك ما بين اغلب التطبيقات والاكسسوارز اللي احنا بنتكلم عنها ديت، لان كل المعلومات اللي بتتجمع عنك بتروح لايد حد تاني وبالتالي ممكن يتم بيعها بعد كده بشكل او اخر. فيعني ما تعتمدش قوي على ان الخواتم الذكيه او الساعات او ان حياتك كلها تبقى سمارت انك تفرح بده، لان برضه هيبقى فيه جانب سلبي ان بياناتك ممكن تبقى مع حد تاني. ولكن هنا في سؤال بوجهه ليكم، هل الواحد صح انه يفضل بيراقب كل تفصيله في حياته ولا الموضوع هيبقى موتر بعد كده بدل ما يكون صحي؟ خلونا نشوف انتوا شايفين الموضوع ازاي، لان الموضوع في الاول والاخر نسبي بين كل شخص والتاني. يلا بينا نروح لاخر جزء النهارده من فقرتنا واللي هنتكلم فيه عن اختراع مهم يناسب اللابتوب بتاعك. الجزء ده من فقرتنا يعتبر الحقيقه هديه لكل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، لانه هيبقى فيه حلول عمليه تقدروا تشتروها بعد ما نخلص الفقره بتاعتنا. النهارده جايين نتكلم عن اكبر مشكله بتواجه اي حد بيشتري لابتوب. اول حاجه بندور عليها بعد ما نجيب اللابتوب هي ان احنا بنروح نشوف ستاند عشان دايما رقبتنا ما تبقاش منحنيه واحنا شغالين على اللابتوب بتاعنا. فايه رايك بقى ان احنا بدل ما نجيب ستاند بس نجيب كمان ستاند مزود بهب فيه وصلات اكتر تساعدنا واحنا شغالين، وتخلينا مش محتاجين نجيب هم منفصل ثمنه بيبقى غالي جدا وفي الاول والاخر ليه وظيفة واحدة بس. النهاردة لقينا حل سمارت جدا من شركة توبيان وان اللي قررت توفر استاند مش بس هتحط عليه اللابتوب ولكن كمان تقدر توصل عليه اكتر من حاجة، في بورتس مختلفة زي انترنت بورت، زي التايب A، زي التايب C، زي ال HD عشان تقدر توصل شاشة. فجي حل سمارت جدا للمشكلة ديت من شركة توبيان وان اللي قررت توفر استاند، بس مش بس استاند، ده كمان هيبقى فيه هاب فيه كذا بورت يقدر يساعدك انك توصل حاجات تانية اكتر بكتير، زي مثلا وصلات تايب A او بورتس للتايب A وكمان ال HD والتايب C وانترنت بورت. بكده تقدر تحط اللابتوب بتاعك بشكل يكون في مستوى عينيك وتستريح جدا، وكمان تبدأ توصله الوصلات اللي انت محتاجها. دي حاجة. الحاجة التانية انه مرن جدا، يعني تقدر تحرك اللابتوب بتاعك بشكل دايناميك وذكي في كل اتجاه انت عايزه. عايز تفرج حد على بروجكت انت شغال عليه تقدر تعمل ده بكل سهولة،
فالمسألة مع الستاند ده سهلة جدا. ده غير ان لو اتكلمنا عن الماتيريال فهو معمول من الميتال، يعني قصة البلاستيك انتوا عارفين طبعا كتير من الستاند النهاردة بيبقى بلاستيك، فلو هتحط عليه اللابتوب بعد فترة ما يعني بيبوظ بيكسر بيتعرض لمشاكل كتيرة جدا، فالاريح انه يبقى ميتال وقوي ويستحمل معاك. بكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثالث من فقرتنا، ووصلنا لنهاية فقرتنا دنيا تك اللي فيها زي ما قلنا هنتكلم عن كتير عن عالم التكنولوجيا. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا، واستنوا فقرات تانية كتير من دنيا تك.